السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشيف محمد من الهيئة الملكية بينبع. النهاردة إن شاء الله معنا طبق جمبري صيني مع الخضار، ده حوالي نص كيلو جمبري متقشر ومتنضف ومتشال الظهر بتاعه بالشكل ده، ومعنا الخضار كرنب أحمر، جزر، فلفل ملون أصفر وأحمر وأخضر، ومعنا الذرة اللي هي البراعم الصغيرة، ومعنا كوسة وفي كوسة صفرة، ومعايا بصل أخضر للتزيين، وصوص الايستر اللي هو صوص المحار، وزيت سمسم، وجنزبيل فريش، وتوم فريش، وصويا صوص دارك اللي هي الغامقه. الملح انا ممكن استغنى عنه لان فيه صويا بتبقى ملح. هبدا الاول احط زيت السمسم، طاسه سخنه على النار، توم، جنزبيل، وبعدين ننزل بالجمبري، ينشف بس من ميته وابتدي انزل بالخضار، يعني اللي بياخد سوى الاول حاجه زي الجزر، وبعدين الباقي كله ان شاء الله ما بياخدش سوى. فلفل اسود، عفوا نسيته، هنزل بقى الخضار، الفلفل الملون، والذرة، واستنى على الكوسه والكرنب في الاخر. هحط الصويا الاول، وبعدين ابتدي اضيف الكوسه، والكرنب الاحمر، هسيبهم دقيقتين بس كده يكملوا سواهم، على ما ادوب معلقه صغيره نشا في سمنه ماء عشان اربط الصوص يبقى له قوام. يعني دي حوالي نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه في معلقه نشا،
اذا احتاج سنه ميه تاني ممكن نديله. يعني 3-4 دقايق وهنصفي عليه. كده خلاص استوى. نغرفه. اخر حاجه البصل الاخضر على الوش. صحه.